بطة خيرك. مسلح سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد الدراع اليمين لخيري مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة. سطو مسلح أيضا بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدأ عماشة سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. التلاتة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح، أنتوا عايزيني إيه؟ لو تبرئي إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير أوي، إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة أوي في السجن.
يا فين؟ صدقوني وانت ما عرفتش حاجه على الشنطه دي خالص. صدقوني عارف يا قلنا عظمه لسانه انه خبى الشنطه عند احمد كوزه قبل ما يتضرب عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطه الفلوس عشان يستلم اتصال ثاني. انا ماليش دعوه ماليش دعوه. وفي اخر محاوله للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان التلاتة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريككم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قوه حسنه وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرمايه واسمه حلف القبه. مش هقولها لك يا حلف. انتوا عزقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت مبرق ليه؟ ها؟ مبرق ليه؟ انا بترعب من اللي برقني. انا سعاده الباشا ثانيه واحده وفضاله. سيبه يا حنف. قلت لك سيبه. من عينيا يا باشا. حبس الفراغ ها ولا هتودوني سجن تاني زي كل مره؟ اطلع قدامي قدامي يا حنف. أنا نفسي أفهم أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة. أنا عايز تسيبوني في حالي. لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر. وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لقى حتة يتوه فيها الأيام دي؟ وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سراية المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعة احكام نتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه؟ انا ما بقتش اعد يا مؤاخذة. 15 سنة ده غير السبع بتوع قضية السرقة اللي رميتك عليها. ما انا كمان ما حدش يدوس لعبد الطرف، انا اللي هيكلمني هحط اصبعي في عيني عشان اكون فيها اعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب انا بقى هعرف اتصرف بيك يا حنف يا عباه. اديلك 20 جلدة قدام زمايله. وبعديها يترمي التقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت انقلاب لحد ما اقتلها يا باشا. غرور غرور من وشي غرور من وشي. يلا ما تستنى ملحوم على ايه؟ يلا قدامي. يعني انا اتعرضت عليكم قدامي. ده يضال اربعة ماشي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. لا بقى دي 15. دي العشرة يا حنف. هو انت اللي بتضرب ولا انا؟ طب ايه رايك بقى ان دي 17؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العادة. انت تسكت خالص. كمل. 10 11 ماشي 12 ماشي 13 طيب يا ولد 14 حس كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعامل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وهيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها.
أداني. كل دول كانوا بيوصلوك، انت عملت ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربية بسرينة. انت تهمتك ايه؟ سياسة؟ قلت لك ولا حاجة. أنا ممكن بعد ثانية واحدة أكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الأشكيف؟ لا، أنا هدعي للشويش وأقول له افتح وخرجني، هيخرجني. الدور الباقي عليك انت، ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طلع افراد بعد 22 سنة، عارف. بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا، ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام، مش كده ولا ايه؟ تلاقي حاجاتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات، مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه عربي تلفزيونيه، كلمني. انا اسمي حنفي اللي قدامها. طلباتك. خيري ورشادي وبدوي، العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا، ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره، وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشتغل حاجه الساعه. ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي، خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك. بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا اسعدت الباشا يا باشا اسعدت الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام. الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا قبها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع، مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم، ما تقلقش. هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي، وده اللي خلاني اجي اسالك. الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم. دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب انك تعرف هم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ ساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ يا باشا احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي.
وحيدي. عربية زي ما انت شايف بتاعتك. امال سرقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كنت حصله ولا بتاع عربية؟ وبعدين انا كنت فاكرك راكب مرشيدس. انا لا حرامي ولا مرتشي ومش ندمان. اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أجدع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر إني واخدك أفسحك؟ أنت هتكلم قول لي دماغك فيها إيه؟ آكل الأول حنفي. آكل الأول. الحريم لسه موجود. الواحد نسي. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه اتحرك. اعمل همك ترابيزه. انت بتتمع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خدت وجوزها ليه. مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام. بلاش اغرف. كبيرة تاني يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل فاضي. يلا يلا. مش قوي كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه، باخد حق بدراعي. حاجة تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. الطقم الجديد اللي جاي. فز قوم يلا. ماشي. متأكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا. الكذب خيب، انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمة انسانية مش هنسهلك العمر كله. هجيلك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عامة غلبانة وحدانية، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخرة، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجر قدامي. ربنا يكرمك. انت
خرجت امتى يا حنفي؟ خرجت امتى؟ يلا مفيش وقت. تعمل ايه عندك يا العين؟ استني حنفي. حنفي مين؟ حنفي القبه. نعم يا روح امك. وحنفي القبه بتاعك ده بيعمل ايه في بيتي؟ بيت ايه ده قول؟ اهو ايه؟ وزيك وده ايه اللي رجعه في ساعه زي هنا؟ هو غير مواعيد ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بطلي طيب ولم الجشم باي حاجه. قول مين اديك على وجهك انت؟ مش بتاعي. لا لا طب تعالي شويه بس يا يا بوليس يا خالي اهو. حرامي حرامي هنا كده عيب. ايه بتزعقوا ليه؟ ما خلاص طفيناه. ايه اللي طفيتوه؟ الحريقه. حريقه ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره، سمعنا السيد بتاعتك بتقول حريقه حريقه، طلعنا جري. انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو يبلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في ايدي. يلا يلا بينا. عمتك برضه؟ قلت له وقت تحيه يا باشا. يلا فيها 50 جلده. مش في السجن ان شاء الله؟ يعني مفيش حريقه جوه بيتي ولا حاجه. ازاي؟ السجن كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ايوه. نهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي. هنا يا باشا. ايه؟ العربيه ما تخشش جوه. وده بيت مين ان شاء الله؟ عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاك خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب. هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي سنجي بعدين نخلص المال. الحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا جايه هربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا با احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين ان هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه. الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساجم. انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. افتح. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت. ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتديها من امتى؟ عليا النعمه ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. دي تعميره حلوه قوي.
ايه ده؟ انت بتنقل ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوي فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش له عندي حاجه، ومعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ معرفش، معرفش. محدش يتحرك مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك، مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك، سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خايدو رشاد قولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلم لهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس انا دافع 8 سنين طويله جوه السجن من عمري، دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. انت هتقابلهم امتى وفين؟ انت قبل الصوت ما يجي. علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان له بنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا يا ميمونه. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخت جوه تسمعك. ما كمان جلياطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقول هيبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي وانت سايب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري الحاجة اللي نفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك. خد. أنا قايمة ساعد منى في المطبخ. هاي. لا يا بابا، ميرسي قوي. أنتِ تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في، في عجرفة الفقراء ولاد الحيلة. وما تنسيش إنك أنتِ محسوبة عليا. أنتِ اسمك عبلة موسى. وبرضو أنا حرم المقدم شريف بركات. اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت، انا هستناك هنا. اقولك يلا. بالراحه. يلا. سخنها يا رجاله. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي وما كانش معاك الواد. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت في الارض عشان يجيبوا الحراميه يبيتوهم في بيوتهم. وعليه
لا 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 مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنفي القباه عنبر واحد زيزان 24. بقول لك حنفي القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. تاني اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موتى عاجبك كده؟ انا عملت حاجه قدامي. طب قول لهم يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم. قدامي. ايه تعالى انا اهو. خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا خليل. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. بس يا صوتك ليه تسمعنا؟ هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، نجرح منه الشاي يلا خلصيني. انا؟ ايه خايفة من ايه يلا؟ وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنن يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامه. بحسبك حنفي القباه. نعم؟ حنفي القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى عشت الأسامي يا مونة. أنت تقرب لهم؟ أنا أخت شريف. أخت شريف؟ ما جاب لي السيرة العفريت ده. أنت متجوزة؟ لا. معقول؟ معقول حد بالحلاوة والجمال ده متجوزة لغاية دلوقتي؟ ازيك يا مونة؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي البيت تخشيب يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجه فيك بتفكرني بيها. جمالك
لمسه ايديك. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها بين ايديا كده واحطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير واحس براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام انام. عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقتش لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش لحد خالص مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما انا قاعده لك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عيلك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. يا عبله عنك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعه ايه يا جماعه انتوا كبرتوا خلاص انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده يعني مش قاعده في البيت ده. في 60 داهيه يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف. ما انت سامع بتقول ايه. طيب عندك انت اوديلك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي طيب يا شيف. انا تقولي في 60 داهيه عامله. ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي الواد حرفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ انت عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي انا عارفه. الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي كسر يسامح. ومش عارف انت مين ولا ايه؟ اه مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عادة دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حارو النار في جبتيته ما تسيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيب يا بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق. مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في قواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك
والبيت هسيبهولك. اسمعي بيه شريف. عبله انتوا مجرالكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص، ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضهم؟ ايه بقى العيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. العيشه بقى تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال ايه خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على تلها. هز امي نشوف شغلنا. يلا بينا على الجراره يا باشا. يلا